قال مولانا الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وأن الكافرين لا مولى لهم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كلوا واشربوا وتمتعوا في هذه الدنيا وبمغريات الدنيا لكنكم تأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لكم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه، نحن نريد أن نخرج من هذه البحوث، المفروض أن يكون كل إنسان، أن يكون كل عامل يعمل لله سبحانه وتعالى، أن يجعل هذا القانون، أن يجعل هذا الدستور، أن يجعل هذه السنة الإلهية في إقامة البينة، في إقامة الحجة، في إثبات الحجة، في إلزام الحجة، حتى يكون كل إنسان على بينة من أمره، على بينة من ربه، على بينة من قضيته. إذن لابد أن نعرف الطريق الذي نسير فيه، لابد أن نصحح الأعمال. لا يوجد جهاد، لا يوجد صدقة، لا يوجد صلاة، لا يوجد صوم إلا بالبينة، إلا أن يكون الإنسان على بينة، إلا بالطريق الصحيح، بالرسول الصحيح، بالإمام الصحيح، بالعالم الصحيح، بالمنهج الصحيح، بالفكر الصحيح. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ومنهم من يستمع إليك، لمن يستمع؟ يستمع للنبي، يستمع للرسول. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. التفت إلى التدرج، إلى الترقي، إلى الازدهار، إلى العلو، إلى السمو. اهتدوا زادهم هدى آتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الحديث مع من؟ في عصر النبي، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع الصحابة، مع المنافقين الذين اختلطوا بالصحابة والذين يصدق عليهم عنوان الصحبة. يتحدث عن الساعة، يتحدث عن إتيان الساعة بغتة، يتحدث عن أن الساعة تأتي بغتة، يتحدث
عن مجيء أشراط الساعة فقد جاء أشراطها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لاحظ عندما نتحدث عن المهدي في القرآن نتحدث عن الساعة، عن أشراط الساعة، عن اليوم الموعود، عن عصر الظهور. هذا الحديث على نهج القرآن، على سيرة القرآن، على تذكير القرآن، على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على سلوك النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تحدث عن الساعة، حذر من الساعة، وتحدث عن أشراط الساعة، تحدث عن علامات الساعة، بل تحدث عن مجيء أشراط الساعة وتحقق أشراط الساعة. فعلينا أن نبحث عن أشراط الساعة، عن المدعين، عن الجهات، عن الفتن، عن الأفكار، عن المذاهب، عن الطوائف، عن الأئمة، حتى نقتدي بالصحيح، نقتدي بالقدوة الحسنة.